النهارده حلقتنا بعنوان نادي طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش الرياضي هو احد انديه كره القدم المصريه ومقره مدينه القاهره. تاسس النادي تحت مسمى نادي الجيش المصري في عام 1995، ثم عدل بالاسم الحالي طلائع الجيش خلال موسم 2004-2005 على استاد الكليه في الملعب في استاد الكليه الحربيه في الدوري المصري الممتاز موسم 21-22، وهو الخامس. المالك جهاز الرياضه القوات المسلحه الرئيس اللواء مجدي اللوزي، والمدرب عبد الحميد بسيوني، وكاس المحليه هو كاس السوبر المصري. كان من الاهداف الرئيسيه التي من اجلها تم انشاء هذا النادي الرياضي هو الاعتماد على اعضائه من الرياضيين العسكريين في المقام الأول، وليكون نواة للمنتخبات الرياضية العسكرية. أشكركم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم.